السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة مجانية اسمها كلاشز مانجر، مدير الكلاشات. دلوقتي أنت طلعت الكلاشات من النفس وركس وعايز تدخلهم جوه الريفت، طب هتقعد تاخد الرقم واحد واحد تبدأ إن أنت تدور عليه وهكذا. الموضوع مش سهل، بس الأداة دي هتساعدك الموضوع بكل بساطة. هتصدر الكلاشات عادي، وبعد ما تصدر بتروح للريفت وتفتح الأداة كلاشز مانجر، تختار الملف اللي هو الـ XML open. هتطلع معاك الكلاشات بالشكل دوت. بتقف على الكلاش يبدأ يجيب لك صورة، وتقدر تقول له طب اعمل لي زوم على المكان اللي فيه المشكلة، وتقدر تحدد هل المشكلة دي اكتف ولا اتحلت ولا بالشكل زي ما انت شايف. فده بيوفر وقت كتير جدا ويسهل ويخلي الموضوع منطقي اكتر بكتير. يعني ممكن بعد ما نعمل الكلاشات ندخلها ونبدأ بقى نقول انها اتحلت متحلتش، ملهاش حلول وهكذا. لكن هنا صراحة يعني اداة سريعة جدا على اساس نعرف فين الكلاشات ونحلها.